ايه المميزات والعيوب؟ مميزات انها بسيطه جدا، وزي ما على اساتذتنا علمونا ذا بيست تكنيك از ذا سمبلست تكنيك، يعني افضل اسلوب هو ابسط اسلوب، او افضل حاجه هي ابسط حاجه، كلما كانت بسيطه كلما كانت مميزاتها عاليه. طبعا قلنا بسيطه، ما فيهاش مشاكل في التركيب، ما فيهاش اعطال، ما فيهاش لا تروس ولا مضخات ولا اي حاجه اليه او ميكانيكيه. سعرها اقل بكتير من النوع الاخر اللي هو الدعم الهيدروليك، يعني اقتصاديه بالنسبه للمرض. العيب بتاعها ايه؟ يعني ناس كتير من اللي شغاله في الدعامات والكلام ده هتسمعه كتير، بيقول لك ان عيبها ان طول الدعامه اثناء الارتخاء بيبقى هو اثناء الانتصاب. يعني ايه؟ ده انتصاب، اثناء الارتخاء هيبقى كده. فبيقول لك ان الطول ده بيساوي طول المفروض. ده كلام نظري، لكن على ارض الواقع لا طبعا. المريض ما بيشتكيش من النقطه دي خالص، لان بالنسبه له الطول ده مش فارق، والثانيه دي موفره عليه المشكله اللي هم بيفكروا فيها، ده مش العيب بتاعها اصلا. انا بحكم ان انا راجل اشتغلت في الدعامات سنوات طويله، وزي ما بيقولوا there is no substitute for experience، يعني لا بديل عن الخبره، اقول لكم العيب بتاعها ايه. العيب بتاعها ببساطه لو العضو الذكري طويل او فوق متوسط. احنا عندنا 75% من الرجال العالم اقل من 12 سم. انا عندي في الرجل العادي اللي هيركب دعامه ده مثلا الوضع العادي، لما يجي يحصل الارتخاء اهو ده الجزء المرتخي مفيش مشكله، لما يكون العضو طويل ما عندناش مشكله في الانتصاب، لكن لما تيجي تعمل ارتخاء شوف الطول في الارتخاء بقى قد ايه. يعني ببساطه لو العضو الذكري طويل ما ننصحش بالدعامه المرئيه، ده العيب الوحيد اللي فيها من وجهه نظرنا ومن خبرتنا الشخصيه.